مساء الخير. لو سمحت مستر محجوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضل. ثانك يو. ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. متر، تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا مينت، اكسترا اي. اكسترا جبنه رومي وحياه ابوك سيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا. هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. نعم. ها، وانت ابوكي عامل ايه؟ لا، انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانت باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا، أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا داس فيها بيعملوا إيه. حلو أوي الملوخيتو ده، بس أنت ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا لا لا، وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بين لك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ناتاشا. الملوخيتو ده. ايوه. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيتو بتاعك الدولي. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه؟ طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوك او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوش، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا، اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايف انا ملوخيتو. سيف، انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني وقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربيه اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربيه دي؟ موجوده هنا طبعا.
طب ممكن نشوفها بعد اذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت امرك. اتفضلوا اتفضلوا تعالوا اتفضلوا. خلاص بقى. اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده هي روح النونة. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هدية؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهدية برضه؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شوية ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربية دي تحل لنا الأزمة. مزنوقين؟ اه. طب بحيث ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر، اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تطفحوها؟ ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا، هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكم ويبهدلكم، مفهوم؟ وهتدفعوا ثمن المخيط اللي انتوا شربتوه. ها، على فكرة أنت اللي عزمت علينا يعني. استني عشان بيقول لك هندفع المخيطه. معاكي فلوس يا نيلي؟ لا طبعًا. أنت معاكي؟ أكيد لا، ما كنتش سألتك. طب نشوف سيف، أكيد معاه. أكيد سيف. بيعمل إيه ده؟ هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم، نعيم يا نعيم، يا نعيم وحشتني يا نعيم. سوري هيز درونك، هاف ا نايس داي. انت بتتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى، كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. حاضر. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني لا، انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي بقول لك ايه يا شريهان، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضينا يومين في الجونه وخلاص، وبابي بقى هارد لك هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبله يا بنت انت، جونه ايه؟ حرام عليكي بقى. قولي لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده، عشان انا خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه ايه انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. بس بقى ايه يا ابي هاني اللي انت عامله ده؟ يالا انت فاكر نفسك بتنشط السياحه يا روح خالتك؟ سياحه ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفه. قولي لها يا سماح. يا جماعه مالكم قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعه، ده الست قريبتكم دي طلعت جامده. بس قريبتنا مين دي؟ واو، خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوه في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا، بنفرجها الشعب المرجانيه. ميمي لو سمحتي اقعدي يا حبيبتي. حاضر حاضر، هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيش انت بقى ومزاجك عنب، ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السوداء اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي ان هو صاحبه وسالني راحوا فين. قلت له يا اخويا راحوا الغردقه. قال لي طب انا رايح له. قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلميتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه، اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟
الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا مصدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوة؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا، اي حاجة بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص، نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقة عشان انا اخد تان، وانا كمان حتى I got sun kissed مش حاسس. انا كمان مش حاسس، وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو. اسكت، ده عندهم بقى كريمة البراوني دي تحفة. بص مزلزة كده. ده انا بحب الزليطة هاوي. خد امسك يا مزلز انت. بقولك ايه يا اختي، انا ماليش خلق، انا جاي عشان اسيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدورة، براحتي. انا رايح اخوي اقعد مع الشباب. بقولكوا ايه، انا مش جاي النهارده، احنا ورانا شغل. ليكوا ايه عند محفوظ؟ لقينا عند محفوظ العربيه اللي كانت في اللغز. حلو، ولقيتوا فيها حاجه؟ ما عرفناش نوصل لها، متعلقه في حته عاليه في المطعم. احيه، وهنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنروح بالليل هيكون زحمه ودوشه وكده، فهنتسبسب في وسط. هنتسبسب ايه؟ نتسبسب ايه؟ ما هنتسرسب. اوكي whatever، هنتسرسب في وسط الناس ونوصل لها. طب لو اتقفشنا؟ لا لا لا، ما تقلقوش من الحكايه دي، حتى لو اتقفشتم هخرجكم منها زي الشعر من العجينه. فضتكم بعافيه. بس اوعوا تفتكروا انكم تقدروا تغيبوا عن عينينا. ها؟ هجيبكم هجيبكم. جاب لي نيجاتيف انرجي. الهي يا رب يشبك في هلب كده من سقف حلق ويخليه يشنج ويموت ونخلص. Starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I خلت صباح. أنا خلت صباح. أنت عاملة زي الجبنة الإسطنبولي. كل ما تقدم بتقولي. القديمة دي تبقى أمك يا رحمة. حلوة خلت. اوعى يا واد مساحك أنت من وش. بقول لك إيه يا حلو أنت. مفيش يا اخويا كده مزيكا تفرفش شويه وترقص بدل الغم اللي احنا سامعينه ده. سوري يا صباح، ما اسمعش غير اجنبي بس. اه يا صبوح، عايزه يا مورين، عايزه تسمعي ايه؟ عايزه يا اخويا حاجه ترقص كده وتفرفشنا شويه. عايزه حاجه ترقص. والباشا عايز ايه؟ اجنبي. اجنبي. عم سيف عايز ايه؟ عايز تاني. عايز تاني. تمام، يبقى احنا دلوقتي نمسك العصايه من النص علشان نرضي جميع الاطراف اللي بتقرمش. يبقى لحد الله سمعكم من وسطها. امسك العصايه من النص. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. ما بتعرفش تعوم. ايوه.
بيتك هم اللي تبقى برابط يا عمو. استنوا بقى انا مواخذه يا حاج. ايه ده؟ عشو عمو استنى هادي دوما. سيبوه يغور في داهية. ايوه ده مش مهم مش مهم عادي سيبوه. اطلع يا هاني يا هاني اطلع. هم العيال دول مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش انت مصر عايزاك استنى. يا لهوي انا مو انا ايه المنظر اللي انا شايفاه ده، انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه، كل العالم بيشايش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشايش، وكابتن ميدو كمان بيشايش، وكيم كارديشيان بتشيش انا شفتها بعيني وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه. انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روح؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخس عليكي، وإذا حاجه تفوتني جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك، اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيلك صباعي؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى بليز. النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي بس بقولك ايه يا اختي والنبي، وانت رايحه كده بيقولوا الواد بتاع الشيشه يجي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي ايه؟ جهله. هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي انت الشيشه دي ايه؟ شريهان ملك قاعدة متضايقة كده، أكيد مكسوفة من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقولك إيه يا نيلي، فكك مني عشان أنا متضايقة بجد، وممكن أديكي من بوكس عادي. ليه مالك؟ إحنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطة. أنت أصلاً أول مرة تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، أدي أهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي شريهان، هو عنده حق بصراحه. عنده حق ليه بقى؟ ان شاء الله هم احسن مني في ايدي، حتى مسلوعين وقد كده. لا يا شريهان ام سوري، اكيد مش هتدخلي في مقارنه مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنه هتبقي خسرانه. خسرانه ليه ان شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ امال انا ايه يعني، سوزوكي تمنيه؟ لا حبيبتي يور بيوتيفل اي نو، بس انتي عندك سم ايشوز كده. بقولك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع بقى، اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان I'm your cousin فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انتي بتقوليه؟ ما الاثنين واحد، ضحك عليا دول اثنين حاجه واحده. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا بكاني وقفل عليا. يا نيلي انتي بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمه انتي تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي. اعمل ايه؟ مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل، ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده. انا عارفه حبيبتي ان انت يور فيري بيزي وعندك من شغلانه لشغلانه، وكل ده حاجه كويسه،
بس معقوله يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعه واحده حتى تروحي سبا؟ سبا؟ ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابه ان اللي سبا ايه ده؟ مش حاجه حرام على فكره، كل البنات بتروح، قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي في ساونا تعملي مراكن باث. طب ما عادي، ما انا كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه ورده مزنهره. مره واحده بس في السنه بتروحي عشان تطلعي ورده مصنفره؟ صنفره ايه، بقولك مزنهره زي الفلاور كده. اوكي طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيليا؟ وانا لاقيه الشطف؟ وبعدين انت عارفه الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحه تعملي شعرك في بنزينه؟ بنزينه؟ انت هتقعدي تتريقي في بنزينه نيليا؟ انا مخنوقه بجد وتعبانه. شيريهان دي حجج هبله قوي. It has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزه تبقى حلوه بتبقى حلوه. طب ممكن اعرف ازاي حلوه دي؟ مبدئيا شيلي القبعه اللي على دماغك دي، والباقي بقى هوريهولك قدام مرايه، مش هعملك ميك اوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، او مثلا تخليني ستايل وفاء عامر زي انا كوين ان نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتن. حلو حلو ايتن برضو بطايه كده. ماشي اوكي، ام سو اكسايتد. غرقنا 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 يا ايه لفه كمان؟ يلا تعال انزل. لا لفه كمان. لا حلو قوي كده. يلا يا ابني شوف صاحبك فين. ايه يا ابني اللي منعمك فوق كده؟ يا سيف حد يا ابني نام فوق العربية؟ انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مرجح في دماغي بتتمرجح كده و... القرف اللي انت عملته ده. قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربية. ايه يا عم انا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذارة اللي عملها الموقف يعني. انا ما اعرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربية نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضو يا سيد. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟ انتوا عارفين العربية دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصلك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربية دي؟ انت بتوزع بيها جبنة؟ ايه يا واد يا سيد؟ ما تبقاش كلح كده، قول للراجل كلمتين حلوين. وانت يا اخويا اهدى شوية كده، ده انت حلو كده اهدى شوية. هو ايه يا جماعة اللي حصل فيه ايه؟ تعالى يا نيلي شوف اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي. وانت عارفه انا بحب العربيه قد ايه. لا ومتضايق قوي ان انا زعلان، وانا ما اعرفوش اصلا. ولا اصلا ما اعرفكش، وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بشكلك ده. يا جماعه استهدوا بالله، ده شيطان ودخل بينكم. ما هو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقى قاعد معانا في وسط الخمره والنسوان دي عادي. اسم الله على شكلك انت يا حبيبي. ماله بقى شكلي؟ شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجه تقرف، وعندك شركه ومعاك فلوس. الرجولة مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي. امال بايه؟ ايه يا عمنا ده انت ابو المفهومية وعارف الرجولة بايه؟ مش بالقذارة اللي في دماغك دي. ماتش حاجة بالعلم اللي قدامك ده وبلا فخر حاصل على الثانوية العامة بمجموع 103.5%، 2 بكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، حاصل على الزمالة من جامعة السربون كامبريدج وجامعة المنوفية، ده غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه، وحاصل على لقب بول بول طليعة الكشافة البحرية. احنا قراصنه البحار، احنا ملوك الكشف النار، والنار بتقيد على سقف ايد. بحريه بحريه بحريه. ولا يفرق بالنسبه لي الهبل اللي انت عملته ده. بعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي قميص كارو، جايب بنطلون قص وعامله شورت وشراب. ايه باش كاتب البحر؟ كاتب البحر. طيب اوعى يخرب بيتك يا مجنون يا ابن الجزمه. لا 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 فارمل يا نجم، الراجل ده تابع، واللي يغلط فيه يبقى بيغلط فيا. انت هتذكر علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اطلعوا بره. نطلع بره فين؟ ده شاطئ وكان شاطئ ابوك. يا مش هتطلعوا بره؟ انا هوريكم.
لا لا انت هتهددها يا بنتي ورايا كده، انا اللي هحميكم، هيرجعني لايام الشقاوه تاني. لو قربت من هنا هتتقطع كده 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 الجزل وكراهو. بتعملي ايه؟ ده خطيبي، دي اخرة النجاسة يا ابني الصرمة. اه 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 يا يما خلاص.